المبادرة دي؟ في تخصص النحاس آه. وفي الحلي وفي الخزف وفي القشرة وفي ده كل حاجة ليها دراستها وليها كل شغلها. كل حاجة حضرتك انت بتشربها بتطلع من لا شيء قطعة مليانة كده روح. عارف حضرتك لما انت بتترجم اللا شيء لشيء بتحس بيه بجماله. احنا هناك في المبادرة اتعلمنا ده، اتعلمنا ناخد حاجة من التراث القديم وابدأ اطبق اللي انا اتعلمته في التصميم، اوري للمدرب بتاعي هاي الدنيا دي كده تمام، لا دي مظبوطة هنا، لا دي ناقصة هنا. فبأمانة كل المبادرة عملت شغل رائع من القشرة للنحاس للحلي للخزف، حاجة رائعة جدا. هل ممكن يعني أي حد يتخصص في أكتر من حاجة منهم؟ لا هو كل واحد لازم بيتحقق بيبقى في حاجة، يا ريت وإلا كنا جرينا وقدمنا تاني. لأن هو أنتوا كلكم بتسمعوا على بعض يعني الشغل مثلا بتاع النحاس بنشوف يعني هل كل واحد فيكم بيبقى بس متخصص على النحاس من أول لآخره؟ ولا النحاس بينضم اليه الحلي مش عارف مين تاني ممكن يخش فيه في مشاريع التخرج ممكن مسموح لنا بمساحه ان احنا مثلا النحاس ده هدخل معاه حته خشب الحلي ده تصميمه هيبقى مثلا فلاني فكبير شويه ممكن هنساعد بعضينا يعني في مساحه شويه لكن انا مش باخد كل المعلومه عن الخشب مش باخد كل المعلومة عن الخيامية لا بعناية تخصص بس لكن أنا بشرب اللي أنا الحرفة اللي أنا داخلها. طب والنحاس بقى شغله صعب؟ صعب صعب حاجات كده كبيرة بس يعني بعد ربنا احنا كان معانا صنايعية بمعنى كلمة فنانين اتدربت على ايد أستاذ أحمد معزوز وعلى ايد أستاذ محمد عبد الرحيم دول علموني الأركت انشر النحاس وافرغه واستاذ سامح واستاذ ابراهيم علموني النقش على النحاس وتحس ان في مزيكا. انت شغفك في النحاس من البدايه زي ما قلتي من شويه وكان تقنيه الرباسي ازاي اعمل عالي وواطي مع استاذ محمود. بامانه انا كنت اشوف مثلا ده حلو بس في دوشه، لا ده في سيمفونيه حاجه كده مزيكا. انا حاسك مستمتع حتى جدا انا بعشق المبادره. وحضرتك تكلمي كده عن النحاس يعني رائعه. معقوله وصلنا المرحله دي الحلوه دي؟ وصلنا لمرحله الندهه اللي ندهتنا بجد. والله. طب القطعه ممكن تاخد منك وقت قد ايه؟ معلش يعني انا حاسس ان كده بتكلم عن مزيكا دلوقتي. في قطعه ممكن تاخد من حضرتك اسبوع في قطعه ممكن تاخد شهر، في ممكن قطعه تاخد منك اسبوعين. عارف بقى بعد انت ما بتخلصها الله ايه ده انا عملت ده، في انتاج انا عامله بحب. لا يعني لا حاجه جميله جدا والله العظيم. انا حبيت النحاس بالطريقه دي كده والله. يعني شوف يا جماعه اللي بيحب شيء بيتقن فيه بشكل يعني محترم جدا بجد.